محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي بنبارك له على فوز النادي الاهلي على مضر السعودي في كاس العالم للانديه واول مباراه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تحياتي ليك يا دكتور سراج وتحيات ضيفي الكابتن كريم الدبيس. حبيبي يا كابتن اسامه، تحياتي ليك ولكريم ولكل الساده المشاهدين. ما شاء الله النهارده اداء اكثر من رجولي من لاعبي النادي الاهلي، واول مباراه فوز كبير للنادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي بيصنع ملحمه، ومش غريب على جمهور النادي الاهلي اللي احنا شفناه النهارده في ملعب المباراه. والله يا كابتن اسامه دي حقيقه، هو زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، هو الجمهور النهارده يعني عمل الفرق، والحمد لله الجمهور النهارده كان موجود في ظهر الفرقه من ساعه ما جينا، والله مش النهارده بس، من اول يوم جينا فيه وصلنا فيه الدمام وهم مهتمين جدا بالبعث او بالفرقه وعايزين يحضروا بكثافه، وكل يوم الاعداد بتزيد. يعني كنا بادئين في الاول ب 500 تذكره، بعدين وصلت ل 1000، بعدين بقت 1500، وفي اعداد اكثر كمان دخلت النهارده. يعني وتشجيع طول المباراه، فبصراحه ادوا دفعه معنويه، الفريق اليد كان محتاجها، يعني الفريق كان محتاج الدفعه المعنويه الكبيره دي. والحمد لله يعني يمكن اول المباراه ما كنا شويه يعني ما دخلناش في رتم الماتش شويه، بس الحمد لله الشباب والرجاله اللي بيلعبوا يعني الحمد لله فاقوا في الشوط الثاني اكثر وعملوا الفرق. وشك حلو كالعاده يا دكتور سراج لما بتطلع مع اي بعثه. الكلام النهارده اللي كانت اللعيبه بتقوله قبل المباراه بينهم وبين بعض، الجهاز الفني النهارده يعني، او مش هنقول الجهاز الفني اتغير، ان هو ده الجهاز الفني اللي اتربى في النادي الاهلي اللي هم عارفينه كويس، كان في ظروف الفتره اللي فاتت، لكن النهارده رغم كل الظروف الفتره اللي فاتت النهارده لعيبه النادي الاهلي بتثبت انهم فعلا رجاله. مش فوز بس، لا ده فوز مع اداء، مع روح قتاليه دايما المعتاد عليها دايما كل لعيبه النادي الاهلي. دي حقيقة. وأول حاجة طبعا على موضوع الوش الحلو ده، أنت أكتر واحد وش حلو دايما شفت أسامة، يعني ننسى الموضوع ده، دايما كنا بنتسائل فيك يعني. يعني إن شاء الله كده ربنا يديمها علينا كلنا كمجموعة واحدة بإذن الله، نكون على قدر النادي الأهلي ونقدر إن إحنا نحقق نتائج طيبة للنادي من خلال مجلس الإدارة وكل الجمهور والفرق الرياضية في النادي. اللعيبة طبعا كانوا الفترة اللي فاتت شوية زي ما حضرتك عارف كده كان في تغييرات في الجهاز الفني، طبعا دي بتاثر اكيد على اللعيبه، النتائج برضو في بطوله افريقيا الاخيره اكيد اثرت عليهم يعني شويه، لكن هم برضو يعني كان عندهم الحقيقه لما اتكلمت معاهم امبارح بعد التدريب الرئيسي، يعني كان عندهم اصرار كبير ان هم يعني هو اولا حاسين بالاخفاق اللي حصل وحاسين بالاخطاء اللي حصلت في دي، وده مؤشر ايجابي يعني ان هم يبقوا في مشاكل وهم لامسينها مش بيكبروا يعني فيها، وفي نفس الوقت عندهم حافز واصرار ان هم يصالحوا الجمهور، يعني هم يعني هو بيبقى في فرصه ان هم يأدوا بروح ويلعبوا كده زي ما لعبوا النهارده ان هم يصالحوا الجمهور. فاعتقد الحمد لله يعني هم لعيبه كويسه موهوبين، محتاجين بس دافع نفسي وحافز نفسي شويه في المباريات، يعني دايما ده اللي بيفرق معاهم في كل المباريات، بتلاقي في اخر 30 ثانيه الماتش اتقلب في اخر دقيقه، هي بتبقى حته نفسيه شويه. فيعني اتكلمنا معاهم فيها الحمد لله خلال الايام اللي فاتت دي، ومعايا طبعا كابتن احمد سالم وكابتن محمد ابراهيم وكابتن ياسر لبيب والجهاز الاداري والفني كله وكابتن هاني، كلهم يعني الحقيقه يعني دايما بيحفزوا اللعيبه، وان شاء الله ربي يكملوا بالريتم ده يعني باذن الله. النهارده ان شاء الله يعني الفوز ما شاء الله بالاداء ممكن يكون دافع للمباراه القادمه، مباراه مهمه جدا يوم الخميس امام بنفيكا، الفايز فيها هيكون هو متصدر هيصعد للدور اللي بعد كده، يعني مباراه مهمه المباراه القادمه يوم الخميس القادم. طبعا هي مباراه الحسم بتاعت الصداره يعني، طبعا لسه في مباراه بكره ما بين مادر وما بين بنفيكا. يعني طبعا بنفيكا فرقه ثقيله من الفرق الثقيله في اوروبا، هو بطل الدوري الاوروبي يعني هو مشارك بالصفه دي، طبعا الماتش مش هيبقى سهل يعني. وهو ده باذن الله هيبقى الحاسم للصداره ان شاء الله. ف يعني هم لو لعبوا بنفس الاداء ده وبنفس الروح والتركيز اكتر، يعني ان شاء الله هيبقى في منافسه كبيره ما بيننا وما بينهم في الماتش، يعني ما نقدرش نقول المحسوم لفرقه من الاثنين، يعني في تكافؤ ما بينهم. وحضرتك معانا دلوقتي على التليفون يا دكتور سراج، احنا بنستعرض صور لجمهور النادي الاهلي اثناء المباراه، جمهور النادي الاهلي عمل ملحمه كبيره جدا زي ما احنا شفنا جمهور النادي الاهلي منذ ايام قليله في الكويت في البطوله العربيه للسله، برضو النهارده جمهور النادي الاهلي في السعوديه عمل ملحمه جديده ايضا. بصراحه يعني الناس فعلا مش عايز اقول لحضرتك يعني
الحماس كمان والروح عندهم كبيره جدا في الحضور، وخلي بالك يعني ناس منهم مش كلهم من الدمام، يعني اللي جاي من الرياض واللي جاي من جده ومسافات، يعني المدن السعوديه بينها وبين بعض مسافات كبيره يعني. ربنا ان شاء الله يكملها. أيوة على دلوقتي من الغرف الحالات، بارك لنا لكل الجهاز الفني وكل اللعيبه ووصل لهم، يعني الناس كلها مبسوطه، وان شاء الله بندعي لكم يوم الخميس القادم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كابتن اسامه كده باذن الله، يعني وشك حلو علينا برضو يعني البرنامج، ان شاء الله نعمل حاجه ثانيه واحنا كابتن ان شاء الله. نشكرك يا دكتور محمد سراج، دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي.